شوف هدي شبل اهلا وسهلا فيك على كاميرا حصريا. بس اعطينا فكره اليوم الحفل عن مليح ومليحه العرب، اعطينا فكره مين سبونسرز اللي عندكم وكيف رح تتم الحفله، شو بروجرام الحفله؟ يعني الحفله بيتم كثير من البرامج، نحن بنقول سبونسرز بس لما تكون العلاقات قويه بيتحول سبونسرز صديق، يعني مش هو فيت سبونسرز لانه بده يدفع مصاري. سبونسوريه من شركه بالفونتان، اوتيل بورتالونا، كونيلي، شركه تاف، ريتش، نوع انرجي درينك، كان في لاروزا، كان في صالون رمزي حمدان، لكن بعتقد انه المستوى يليق بالاسماء. مسيو فادي، بس هلا صار في انتخاب مرتين السنه بعتقد لمليح العرب، شو رايك بهالموضوع؟ كل شيء ببلش صغير وبيكبر، بدانا اطفال، بدانا ننمو، وبعتقد صرنا في سن الرشد لصناعه حقيقيه. شو بتتوقع اليوم للملكه والملك؟ بتوقع انه يكونوا اكثر حذرا واكثر نجاحا، لانه بعتقد ومقتنع بانه اليوم لن يستطع ايا كان انه بقى يشتغل بتجارة الجمال، لان في ظروف منطقية وضعتها الوزارة تشكر عليها، وبعتقد اصحاب القدرات يستطيعون العمل فقط. فيك تعطينا فكرة عامة بس شو هن واجبات المليح والمليحة؟ ما في واجبات، في بالنهاية امانة لللقب. يعني مثلا كل واحد بيكون عنده بروجرام معين يشتغل عليه، الشركة بترسم له برنامجه، أنا ما في أرسم برنامج لشخص بعد ما عرفت مين بده يطلع فيه. أكيد أكيد، ميرسي كثير لك.